هايل يا استاذ عادل، هايل. حضرتك عارف طبعا انك من اهم الموظفين عندنا هنا في الشركه، ومن اكفاهم الصراحه، وده مش كلامي انا بس، ده كلام كل الموظفين اللي اتعاملوا مع حضرتك. واللي بياكد كلامي ان حضرتك دايما مرشح لانك تكون الموظف المثالي. بس كان عندي حاجه بسيطه كده وجزئيه صغيره حابب اتكلم مع حضرتك فيها لو امكن. يعني اتفضل. خير حضرتك، اول ما تعينت هنا جه لحضرتك ميل بينص على انك ترفد استاذ شربيني. احب اعرف ايه اللي حصل بالظبط معاه. شربيني يؤسفني اقول لك. ايه يا ابني انت بتعيط ليه؟ هو انا لسه قلت اصل يا فندم امبارح مينا والدتي تعيش انت الله يرحمها يعني. طب انت ما قلتش ليه؟ ما انا محدش قال لي. الموظف دوت انا فعلا مش عارف ارفضه. شربيني انا يؤسفني اقول لك. يلا بقى يا حبيبتي هتقعدي على حجر انكل وتغني له الغنوه المخصوصه اللي احنا عاملينها له. حجر سعادتك جاهز؟ عمو عادل هو حبيبي. انت دافع مصاريفي ومصروف جيبي. انت وبابايا التاني انا والبيبي. انت الله. المدام عندي عقبال حضرتك حامل. عقبال انا حامل؟ لو عاوز انت حر. كل ما اجي اخد الاجراء معايا يا فندم بيحطني في موقف محرج جدا. شربيني انت مرفوض. مرفوض يا شربيني. انت المدير يا عادل، هترفضه النهارده يا عادل. بص بقى المره دي انا عايز اقول لك على حاجه. تقول ايه؟ تقول ايه؟ من النهارده مفيش حاجه تتقال. النهارده عيد ميلاد سعادتك. هابي بريس داي. جايب لك انا بقى تورته من احسن حلواني في صفه اللبن. اتفضل سعادتك. ايه عشان ما تخسرش الحس كده، الحس ودوق. وط الطبقه. مش انت وطيها بره. مالك في ايه؟ رحت لدكتور متخصص الحمد لله اكتشف ان عندي ريزوبس في كاسكاريكا. شربيني انت مرفوض. لا اقوى شوية. شربيني انت مرفوض. ايه ده؟ يا فندم حلي بقك كده، اصل الاسبوع اللي جاي خطوبة جانا عقبال عندك. جانا دي كانت لسه قد كده الاسبوع اللي فات. ايوه يا فندم كلنا كنا كده وبعدين بنبقى كده. خد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ عيد ميلادك يا فندم وكل سنه وانت طيب. انت مش لسه كنت عامل لي عيد ميلادي من اسبوعين؟ ايوه يا فندم، بس الاسبوع ده بقى عيد ميلادك الهجري 14 شوال من ذي القعده. كل سنه وانت طيب. ها التورته جاهزه، تلحس دلوقتي؟ للاسف حضرتك وقعت في فخ شربيني. يعني ايه يا فندم؟ مش فاهم. انا فاهمك. استاذ شربيني كان المفروض انه يترفد من 6 سنين، وكل مدير زي حضرتك كده كان بيجي عندنا هنا المكان كان بيتكسف انه يرفده، وده لانه كان دايما عنده حجج، منها اعياد الميلاد، مشاكل صحيه، ودي اقل حاجه عنده. يعني انا حضرتك للاسف فشلت، فهنضطر نجيب حد غيرك. يعني انا مرفوض يا فندم، مرفوض. انتوا ما قدرتوش على فشطرنا على البرداعه يا فندم. جود لك. ماشي. عاجبك كده؟ اديني اترفدت. ايه ده؟ يعني انت ماشي؟ ماشي. وهو كله ماشي ماشي يا دنيا، خلاص ما بقاش ناس جد تدور على الحب وما بتلقاش. رخصني يا دنيا الغالي، غنيت اللي ما يسواش. وهو كله ماشي ماشي يا دنيا، خلاص ما بقاش.
كله ماشي يا دنيا خلاص كله ماشي يا دنيا.